السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة دي هسيبهالكوا أسفل الفيديو. دي الخرايط اللي موجودة، طبعا كل شيء بيوريك كل شهر كل سنة التطور. طيب خلينا نبدأ بالأول، كان مين اللي متفوق؟ طبعا أهم حاجة بالنسبة لنا مصر، فمصر هي رقم ثلاثة، وبعد كده الجزائر وتونس دخلوا في الموضوع. مصر بدأت تقل نسبيا لحد ما للأسف يعني اختفت، ما بقتش من الدول دي خالص، الدول المهتمة بالخرائط أوبن ستريت ماب. لكن إن شاء الله إحنا بدأنا أوبن ستريت ماب مصر في السنة دي 2022، إن شاء الله هو غدوة 2020 بس هو اللي ظاهر في الخريطة. إن شاء الله نتعاون مع بعض ونوصل إحنا نبقى أول أكتر دولة عاملة الخريطة بتاعتها.